بسم الله. من الأدوات المفيدة جدا في برنامج الريفت كويك سيلكت. لو أنا عامل سيلكت على عناصر، بروح للأدنس دي وأقول له كويك سيلكت، فبيبدأ يجيب لي كل العناصر. تمام، بقول له مثلا أنا عايز الفلور، بيجيب لي كل الفلور. بقول له كل الأريا، بقول له مثلا عايز الأريا اللي هي 176 بس. وممكن مثلا أقول له أنا عايز، على سبيل المثال، انا عايز الروم، فيجيب لي كل الروم. بقول له انا عايز الروم اللي مساحتها 70 و73. تمام، بدل ما كان في السيلكت العادي في الريفت بيجيب لي الكاتيجوري واختار مثلا كل السبيس او كل الضغطات او كل الحيطان، لا، هنا بيجيب لي كل الحاجات. يعني مثلا الحائط اهيت، بيقول لي انت عايز تخصم عن طريق ايه، فبقول له مثلا عن طريق التايب، فابدا اختار اني تايب اللي انا محتاجه اعمل عليه سيلكت. تمام، ممكن يكون مثلا انا عايز تايب معين اعمل عليه سيلكت عشان اوتوماتيك احوله لتايب تاني. تمام، اقول له اوكي، فبيبدأ يعمل سيلكت على العناصر اللي انا اخترتها.